الثورات الشعبية التي تسمى ثورة شعبية، ثورات التغيير في البلد، أنا أقولها لكم لا يمكن أن تنتصر بها الثائرون فقط لوحدهم أبدا إذا لم لديهم هذا الدعم. لذلك نجد عبر التاريخ كل ثورة شعبية إذا انتصرت فهي إما مدعومة من طرف جهات قوية ونافذة في الأجهزة الأمنية وفي الجيش، أو أنها لديها قوات أجنبية جاءت من الخارج ودعمتها، مثل ما حدث في العراق عندما جاء المعارضون على ظهور الدبابات الأمريكية وأسقطوا نظام صدام حسين، عندما نجد مثلا في مصر عندما تم إسقاط حسني مبارك والذي أسقطته المؤسسة العسكرية، لم يسقطه المتظاهرون في الشوارع. حقيقة المتظاهرون في الشوارع أعطوا قوة كبيرة، قوة كبيرة، ولكن عندما تخندقت معهم في مرحلة معينة ومفصلية تخندقت معهم القوات المسلحة انتصر الحراك الشعبي المصري في ذلك الوقت. نجد أيضا في تونس، تونس ما لم يهرب بن علي، لم يهرب بن علي، كانت فقط شعارات لتغذية عواطف الناس، لم يهرب بن علي. بن علي عندما غادرت طائرته كان من المفروض رح يجي لفرنسا، ورفضت فرنسا استقباله ولف الطائرة وذهب إلى المملكة العربية السعودية، وخرج بيان في ذلك الوقت بيان من السعودية قالت بأنها تستقبل رئيس الجمهورية التونسية، معناها هو حتى لما اتصلوا بالسعودية اتصلوا بها على أساس أنه رئيس الجمهورية بن علي راح ورايح للسعودية في زيارة. وكل المعلومات المتوفرة والتي سمعتها حتى من أشرس المعارضين الذين جربوا الحكم وبعد ذلك غادر أكدوا لي بأن المعطيات التي توفرت لديهم عندما رحل بن علي أنه لم يهرب، أنه سافر بناء على دوائر أمنية من حوله، وبعد ذلك انقلبت عليه وخلت شعار ثورة الياسمين هي التي تغطي من أجل تخدير الجماهير، ولكن هي في الأصل أن جهات أمنية سرياتي وجماعته والجنرالات اللي خارين معاه هم الذين أسقطوا بن علي. لو تخيلوا لو أن هؤلاء الجنرالات راح بن علي ورجعوا ما حبوا، والله سيذبحون الشعب التونسي.